بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أخرج عمال يوسف من رحل إخوة يوسف صواع الملك، أخرجوه من رحل أخيه الشقيق، ولم يحكم يوسف فيه بشريعة الملك، وإنما حكم فيه بشريعة يعقوب وبنيه، أن السارق يسترق، أي يصير رقيقا، أي عبدا لمن سرقه. فلما استخرج يوسف الصواع من رحل أخيه طبق عليه هذه الشريعة فأخذه، ولكن ماذا فعل إخوة يوسف؟ وما هو السياق الذي دار في هذا المقام؟ هذا ما سنعرفه. قال الله: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال الله تعالى: قالوا، أي قال إخوة يوسف ليوسف، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أرادوا أن يخرجوا من تبعتهم ليوسف، فإن السرقة شيء مشين ولوثة تصيب المرء، فأرادوا أن يفارقوه في لوثته، أرادوا البراءة منه. ولكن عندما أرادوا البراءة منه إنه سارق وهذه مسبة، قالوا إن يسرق، إن وقع في السرقة فقد سرق أخ له من قبل، ليس أخا لنا بشقيق، ولكن
خلق السرقة ليس عندنا بل عنده هو وأخيه. سبحان الله، يريدون أن يخلصوا أنفسهم من هذا الخلق المرذول، فقالوا نحن لسنا على هذا الخلق المرذول، ولكن هذا الخلق المرذول هو خلق من؟ هذا السارق وخلق أخيه من قبل. يقصدون بأخيه من قبل ومين؟ يوسف. سبحان الله، وهم لا يعلمون أن الذي يخاطبهم وهم يخاطبون يوسف الذي يتهمونه أيضا بماذا؟ بالسرقة. إذن هذه كذبة، هذه كذبة على يوسف. ولهذا قال الله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. دائما أقول إياك أن تتعجل في كلامك، وإياك أن تتعجل في أحكامك، لابد أن تتعلم التروي والصبر والتريث والأناة، لا تكن عجولا، لا تركب أحموقة عقلك. الإنسان العجول يفوته الخير الكثير، والإنسان المتأني يحصل الخير الكثير، وشتان بين هذا وذاك. فانظر يوسف كيف نتعلم منه خلق ماذا؟ التأني. أرأيت لو أن أحدنا مكان يوسف، يا ترى ماذا سيصنع بهؤلاء القوم؟ هيقول للجنود والشرطة بتاعته والدنيا بتاعته قبضوا على العيال دي ودخلوهم السجن وهاتوهم بقى واحد واحد عرض واحد واحد، يبقى انتوا عملتوا فيا كذا وعملتوا كذا وعملتوا كذا وجايين برضك تكذبوا عليا، طب انتوا بقى شوف اعمل فيكم ايه. لم يبادرهم بالعقوبة بل تربص بهم. وبعدين بيقول ربنا عز وجل فأسرها يوسف في نفسه، فأسرها في نفسه أي لم يخبرهم بشيء من ذلك، أسرها في نفسه وأكد ذلك المعنى، قال ولم يبدها لهم، لم يخبرهم بذلك الأمر. هذا على قول. القول الثاني أنه أسر في نفسه مقولة أنتم شر مكانا، وشر مكانا أي شر منزلا وأخلاق، حتى كلمة أنتم شر مكانة لم يخبرهم بهذه الكلمة، لم يحاول أن يصيبهم حتى باللفظ الذي يجرحهم. فانظر إلى هذا الأدب الجليل، مع أنهم فعلوا وفعلوا اجتهد ألا يصيبهم باللفظ الذي قد يجرح، بل أسر ذلك في نفسه، ولكنه قال والله أعلم بما تصفون، بما تصفون من فعل ومن قول. قالوا يا أيها العزيز، كلمة قالوا يا أيها العزيز دليل أكيد أنه لم يظهر لهم شيئا، لسه هم على جهالتهم بيوسف. قالوا يا أيها العزيز، ودي أول سياق يقول فيها يا أيها العزيز، إذن صار يوسف عزيز مصر. ولكن منذ متى؟ منذ كم سنة؟ إيه السياق؟ قالوا يا أيها العزيز. إن له أبا شيخا كبيرا، أرادوا أن يترققوا وأن يتلطفوا معه، وأرادوا أن يستنزلوا قلبه لهم، فقالوا له مترققين متلطفين متوسلين إن له، اللام هنا للملك، إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا شيخا كبيرا. أخر اسم إن لكي يبين أن هناك مشكلة، إن لهذا السارق والد، وهذا الوالد شيبة كبير شيخا كبيرا، فقدموا هذا ليعرضوا الاقتراح الآتي،
فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. إنا نراك وإنا نعلمك. الرؤية قد تكون رؤية الجارحة، والرؤية قد تكون بمعنى العلم. لقد رأيناك في أخلاقك وأفعالك، فوجدناك من المحسنين الذين يقابلون السيئة بالحسنة ويجزلون العطاء ويسامحون ويعفون ولا يستزلون الناس بخطأ أو جرم. هذا إحسان. إن نراك من المحسنين، وهذا شبيه بكلمة أصحاب السجن عندما رأي الرؤية فطلب منه أن يعبر لهم الرؤية، وقال له إن نراك من المحسنين. إذن كأن الصفة التي هي مجموعة في يوسف أنه ماذا؟ محسن. سؤال: هل أنت من المحسنين؟ أنت أفعالك بتدور في دائرة الإحسان. الإحسان ليس المقصود به أن تعطي الناس من مالك، لا، ولكن الإحسان أن تعطي الناس من مالك ومن أخلاقك ومن وقتك ومن جهدك ومن أدبك ومن علمك. الإنسان إذا عدم الإحسان لا قيمة له. الإنسان إذا عدم الإحسان لا قيمة له. إذن قيمتك في هذا الإحسان. أرادوا أن يتلطفوا مع يوسف، إذا قالوا له إن له أبا شيخا كبيرا، إذن ده سبب خارجي يتلطف به يوسف. ثم أرادوا أن يستثيروا بسبب داخلي، إن نراك من المحسنين. إذن حاولوا محاولات مضنية مع يوسف أن يستخلصوا منه أخاهم بكل الأساليب الظاهرة والباطنة. وعندئذ قال يوسف، قال: معاذ الله. كلمة معاذ الله، معاذ الله أي أعتصم بالله، ولكن ليست معاذ الله في كل سياق بمعنى أعتصم بالله، ولكن في بعض السياقات تأتي بمعنى التنزه. التنزه. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لمن الظالمين. إنا إذا لظالمون. معاذ الله أتنزه أن أكون ظالما فآخذ بريئا بمتهم، رجل متهم وطلعنا منه السرقة، الدليل المادي، جثة السرقة طلعناها من الرحل بتاعه وحكمنا عليه بمقتضى الشرع بتاعكم. فلو تركنا هذا المتهم وأخذنا البريء مكانه، ده ظلم ولا إحسان؟ ده ظلم. فإزاي إن أنا أكون رجل محسن وأقع في الظلم؟ أنت لسه بتقولوا دلوقتي إن نراك من المحسنين، فهل من الإحسان أن آخذ بريئا وأن أدع سارقا؟ ليس هذا من الإحسان، بل هذا من الظلم. فلما أقام الحجة عليهم ورأوا أن حججهم داحضة وأن كل أساليبهم في الضغط على يوسف لم تجد فتيلة، قال الله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. لم يقل فلما يأسوا، ولكن قال: فلما استيأسوا. استفعال في اللغة تأتي لمعان، منها التحول والصيرورة، مثل استنوق الجمل أي تحول ناقة. الجمل اللي هو الذكر من الإبل، فلما يضعف ويبدأ يخيب ويبدأ يعني بعض الأخلاق الضعيفة تبقى موجودة فيه، يقولون ماذا؟ استنوق الجمل أي تخلق بخلال النوق. فهذا أمر موجود.
ويمكن أن يأتي استفعل بمعنى الطلب، طلب الشيء، مثل استأذن فلان فلانا أي طلب الإذن منه. ويمكن أن يأتي استفعل بمعنى المبالغة في الفعل وبلوغ المنتهى فيه، المبالغة وبلوغ المنتهى فيه، كتقول استقتل الجيش. استقتل الجيش معناها ايه؟ مش مجرد ان هو قتل بس، معناه ان هو بذل الغاية في القتال في هذه المعركة. فكلمة فلما استيأسوا معناها انهم بلغوا الغاية في اليأس، مش مجرد يأس، بلغوا الغاية في اليأس، مبالغة في اليأس. يبقى هم حاولوا الاعتذار، حاولوا التلطف، حاولوا الملاطفة، حاولوا ان هم المسامحة، حاولوا ان هم يستنزلوا، حاولوا كل المحاولات، باءت كل المحاولات بالفشل. كل هذه المعاني نجدها في قوله فلما استيأسوا منه، أي من يوسف، أن يعفو عن أخيهم. خلصوا نجية، خلصوا نجية أي اعتزلوا الناس واجتمعوا للتشاور، ولكن بسر خافت. احنا في مشكلة، تهمة، أخوهم حرامي، أخوهم سارق، فاجتمعوا نجيا، اجتمعوا منفردين يتشاورون بصوت خفي. قال كبيرهم، ودي مسألة جليلة، أن الكبير في السن أو في العلم هو الذي يبدأ الكلام، آداب جليلة نتعلمها. وأيضا هو يبدأ كل شيء، يبدأ الشرب، يبدأ الأكل، يبدأ الدخول، يبدأ الكلام، يبدأ الحديث. فبداية كل شيء إذا وجد الكبير في السن أو في العلم يبدأ به. قال كبيرهم ألم تعلموا، الاستفهام هنا للتقرير، الهمزة إذا دخلت، همزة الاستفهام إذا دخلت على أداة النفي فإنها تدل على معنى التقرير، كقول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، بمعنى شرحنا لك صدرك. ألم تعلموا أي أعلمتم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. التقدير ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل تفريطكم في يوسف. إذن أنتم الآن تفرطون في أخيكم كما فرطتم في يوسف من قبل، والتفريط هو التقصير. لقد أخذتم العهد والميثاق موثقا من الله، أي عهد موثق متين غليظ، أن تحفظوا أخاكم إلا أن يحاط بكم. وعندئذ قال فلن أبرح الأرض، الأرض المقصود بها مصر، ولم يقل فلا أبرح، ولكن قال فلن أبرح الأرض، فيها معنى الثبات وعدم التحرك. فلن أبرح الأرض، والنفي هنا للتأبيد، ولكن هذا التأبيد له منتهى، لأنه إذا لم يجعل له منتهى فهو مطلق، فهو مطلق. إن الله لن يغفر لمشرك، يبقى كلمة لن يغفر المشرك ده مطلق، لكن لما أقول لن يغفر لمشرك حتى يسلم، إذا نهاية الأمر ماذا؟ الإسلام. كذلك لن أبرح الأرض نفي مطلق، طب نهايته إيه؟ حتى يأذن لي أبي. إذا المشكلة في ولا في أبي؟
المشكلة فيه هو، ولذلك قدم نفسه فقال حتى يأذن لي أبي. لو كانت المشكلة في الأب كان قال حتى يأذن أبي لي، فالتقديم للاعتناء. فلما كان ذلك الأمر متعلقا به لأنه الكبير ولأنه المسؤول ولأنه الضامن، فلما كان الأمر متعلقا به قدم نفسه، وهو يعلم أن الأب رجل رحيم ورقيق، ولو رجعوا إليه بالمعذرة لقبل المعذرة، ولكن المشكلة فيه هو، ولذلك قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. إذن رجل متحمل المسؤولية، ودي صورة من صور الكبير. الكبير يتحمل المسؤولية، ليس ينفض يده عن المسؤولية وإنما يتحمل المسؤولية، دي صورة من صور تحمل المسؤولية. حتى يأذن لي أبي، أي يأذن لي في ترك مصر والعودة إلى الديار، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وهنا الأدب مع الله، مع ظلمهم وكذبهم وجورهم، إلا أنهم كانوا على دين وكانوا يعظمون الله. فلما كان الأمر متعلقا بالأب قدم نفسه على الأب، فلما كان متعلقا بالله قدم الله على نفسه، فقال أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. والمقصود بحكم الله إن ربنا سبحانه وتعالى يحكم بعودة يوسف، بعودة أخيه، فيأخذه إلى الديار. فإن حكم الله تعالى بذلك خرج من هذه الديار، وعندئذ سيمكث في مصر، لن يترك مصر. أما بقية الإخوة قال لهم ارجعوا إلى أبيكم، وهو لا، لن أبرح الأرض، لن أبرح الأرض، أنا متحمل مسؤولية، هفضل جنب أخويا هنا، لن أبرح الأرض. أما أنتم يا إخوتي ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. عندما قلنا بأنه سرق، الشهادة هنا تتضمن معنى الحكم، يعني ما حكمنا عليه بالسرقة إلا عندما رأينا الصواع يخرج من رحله، وما شهدنا إلا بما علمنا. الكلام ده شفناه بعينينا، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ولو كنا نعلم أن أخانا سيسرق ثم يضرب عليه الرق بسبب هذه السرقة، لو كنا نعلم ذلك ما أخرجناه معنا. وهذا دليل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، هم لا يعرفون الغيب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الإنسان لا يعلم الغيب، والمقصود بالغيب هنا الغيب المطلق في المستقبل، أما ما حدث منك فليس غيبا وإنما هو شهادة. فلو كنا نعلم بما سيحدث ما أخرجنا أخانا معنا في هذه السفرة. واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها. القرية هو المكان الذي يجتمع فيه الناس، ليس المقصود بالقرية المكان الصغير الذي يجتمع فيه عدد قليل من السكان فيفترق بذلك عن المدينة، يبقى المدينة أكبر من القرية. لا، القرية تطلق على المدن الكبيرة أيضا، لأن القرية من قرى الشيء إذا جمعه، ومنه القرى أي الكرم، فالذي يكرم أحدا يجمع له الطعام ليقدمه له، فسمي الإكرام قرى لأنه يجمع له الطعام. فالقرية الناس يجتمعون فيها
فسميت بذلك ماذا؟ قرية. هذا أولا. ثانيا أن القرية تطلق على المكان تارة وتطلق على ساكنيها تارة أخرى، يعني أحيانا تطلق القرية على المكان، المكان الجامد الذي يعيش عليه الناس، وتارة تطلق القرية على من يعيشون في هذا المكان، مثل كلمة النهر، فالنهر يطلق على الأخدود الذي يجري فيه الماء، ويطلق النهر أيضا على الماء الذي يجري في الأخدود، الأخدود الحفرة التي يجري فيها الماء. طب الماء إذا لم يكن موجودا، هذا الأخدود يسمى ماذا؟ يسمى نهرا. طب المية اللي تجري فيه أيضا تسمى إيه؟ نهرا. فقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، بعض أهل العلم قالوا هنا على حذف مضاف والتقدير واسأل أهل القرية، وهذا يسمى في اللغة بمجازي الحذف. وعلى القول الثاني أنه ليس هناك حذف، لأن القرية تطلق على المكان وعلى عامر المكان، والمقصود واسأل هنا أهل القرية. طيب لو قلنا إن القرية بمعنى الجماد، هل هذا متصور في السياق؟ بعض الناس قالوا غير متصور، فلا تحمل إلا على واسأل أهل القرية. لا، هذا الكلام يحتاج إلى نظر. هم يكلموا من؟ يعقوب. يعقوب ده إيه؟ نبي. يعقوب نبي، والله تبارك وتعالى يحدث لأنبيائه ما لا يحدث لغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف جبلا، إني لأعرف جبلا كان يسلم علي في مكة، يعني كان في هناك جبل بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن جبل أحد هذا جبل يحبنا ونحبه. النبي صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يده. النبي صلى الله عليه وسلم حن الجذع إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، فلما كثر الناس جعلوا له منبرا فخطب عليه. الجذع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقف عليه ويخطب، لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر حن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الألفاظ وله حنين كحنين الصبي، يعني بيعيط زي الصبي، سمعه الصحابة. فهذه الجمادات في النص ثبت أن لها حنينا، وأن لها تسبيحا، وأن لها سلاما، وأن لها حبا، وهذا كله لا يدركه إلا من؟ إلا النبي. فمعنى ذلك ما الضير؟ واسأل القرية إذا كنت يا أبانا لا تصدقنا، إذا كنت لا تصدقنا فاسأل القرية. لو ذهبت إلى القرية إلى مصر فسألت الأرض والجبل والهضبة والتل والماء لأخبرتك هذه الجمادات بأن ابنك سرق. إذن على كل الوجوه الآية تحتمل كل الوجوه. واسأل القرية أي أهل القرية، كأن هناك المسألة دي انتشرت، يعني لما حصلت هذه السرقة وطلعوه الموضوع ده انتشر بين الناس وتعرف بين الناس. فزي ما كان معروفين في الزيارة الأولى بالصدق والأدب والإخلاص وما إلى ذلك، عرفوا في السفرة الثانية بأن منهم ماذا؟ بأن منهم سارق. فاسأل أهل القرية. والأعظم إعجازا من ذلك فاسأل القرية في جماداتها، واسأل العير التي أقبلنا فيها، فيها يمكن أن
تحمل على معنى على، يبقى واسأل العير التي أقبلنا عليها. احنا كنا راكبين جمال، فلو سألت الجمال اللي احنا كنا راكبينها هتقول لك الصدق، ستخبرك بالصدق. ويمكن أن تحمل فيه على معناها من غير تضمين. واسأل العير التي أقبلنا فيها، أي القافلة التي كنا معها. لما سافروا ما سافروش لوحدهم، ولكن كانت هناك قافلة من الناس سافروا معهم، فاسأل هذه القافلة. وإنا لصادقون، هذا تأكيد، ما ادعينا عليه شيئا، وكأنه يعرض بقصة من؟ يوسف، عندما أتوا على قميصه بدم كذب وقالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ولكنهم لم يجزموا له بالصدق. لكن في هذه الحادثة قالوا وإنا لصادقون. الذي حدث أنهم رجعوا إلى أبيهم وقابلوا أباهم وحدثوه بما حصل، ولكن ماذا قال لهم أبوهم؟ ويا ترى هل تركوا أخاهم في مصر دون رجعة، أم رجعوا إليه؟ وكيف رجعوا إليه؟ وكيف استقبلهم يوسف في المرة الثالثة؟ هذا كله إن شاء الله نعرفه في المجلس القادم. وإني أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.